والمباراه بتاعت بكره هي مباراه النادي الاهلي، فالامور يعني ان شاء الله باذن الله بسيطه جدا. عايزين نقرب من الحدث بشكل اكبر، نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي عشان يقول لنا اخر الاخبار والتطورات بخصوص التمرين في هذه اللحظات وبخصوص قائمه النادي الاهلي اللي اعتقد هيتم الاعلان عنها بعد قليل. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميل امير، اهلا بيك، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا. طمنا يا كريم، اخبار التدريب ايه؟ الامور عندك ماشيه ازاي؟ بالنسبه طبعا للتدريب الاخير لفريق النادي الاهلي للاستعداد الاخير لبطل جنوب السودان ان شاء الله يوم الجمعه على استاد برج العرب، استعداد قوي يا امير كالعاده لفريق النادي الاهلي. النهارده بيختتم بالفعل التدريب الاخير على ملعب مقدار الست كالعاده، الكابتن يوسف مكثف بشكل كبير جدا الجلسات، اللعيبه الكبار بالتحديد كمان، يعني كابتن يوسف كل اللعيبه الكبار اللي في النادي الاهلي اتكلم معاهم، بياكد كمان ان لابد يكون في احاديث مع لعيبه النادي الاهلي على اهميه المرحله القادمه وتحديدا المباراه القادمه، يعني المباراة القادمة النادي الاهلي قدر ان هو يستطيع بفوز كبير في المباراة الاولى، لكن المباراة الثانية لها حسابات خاصة نظرا للظروف المحيطة بفريق النادي الاهلي، ونظرا ايضا كمان لوجود الكابتن محمد يوسف كأول مباراة بقائم اعمال المدير الفني في هذه المباراة. الاجواء كلها تركيز لكل اللعيبة، خلاص امير يعني حط هدف كبير جدا خلال المرحلة القادمة وهي البطولة الافريقية، تتوالى التركيز ويتوالى التركيز تصاعديا لبطوله الدوري العام، لكن ان شاء الله باذن الله يكون هدف كبير بالنسبه لنا وحلم كبير لكل جمهور النادي الاهلي. التدريب كالعاده امير بدا الساعه 5:30، يعني ممكن انت عارف ان هيكون في تحرك الى الاسكندريه بالظبط، فكان في نقدر نقول نص ساعه بدري شويه عن التدريب المعتاد اللي بيكون الساعه 6 مساء، حضور جميع اللاعبين. انا يمكن شايف مروان متواجد بيأهل تأهيل بسيط جدا طبعا نظرا لغيابه خلال المرحله اللي فاتت، وبالتاكيد هيكون خارج المباراه. علي معلول ايضا كمان هيكون خارج المباراه تاكيدا ليكون هو متواجد، لكن انت عارف ما فيش اي تدريبات خاضها علي معلول خلال الايام الماضيه، فبالتاكيد هيكون خارج المباراه. لكن بشكل عام التدريب في المرحله انا بكلمك فيها دي هي مرحله تقسيم يا امير ومرحله تكتيك، تمام، يعني نقدر نقول ان في تالق وفي شغل كبير جدا بيبذل من الجهاز الفني. اليوم كان ماشي بشكل جيد جدا خلال اليومين الماضيين بالتحديد، ويمكن كمان النهارده كان ظهر في بعض المربعات كده بتركيز كبير، حمدي فتحي كل اللعيبه الحمد لله، يعني نقدر نقول ان شاء الله يكون في تركيز كبير ويكون المباراه من نصيب النادي الاهلي بجانب الجمهور اللي هيكون متواجد بعد التسهيلات الكبيره اللي بيقوم بها مجلس اداره النادي الاهلي والاداره التنفيذيه بفتح منافذ عديده في الاسكندريه لتسهيل وجود التذاكر. انا معاك يا امير لو في اي استفسارات. كريم من خلال متابعتك للتدريب والتقسيم بالتحديد في هذه اللحظات، متوقع او شايف ان ممكن يكون في تغييرات في تشكيل النادي الاهلي بكره؟ بنسبه كبيره يا امير، يعني اقدر اقول لك بنسبه كبيره، احنا طبعا مش متوقع على قد ما احنا بنحاول ان احنا نرصد ونقول الحاله اللي قدامنا. انا بقى شايف كابتن يوسف يعني معتمد بشكل كبير جدا على حمدي فتحي ووليد يانج وحسام عاشور احمد فتحي، في عدد كبير من اللعيبه يمكن ما شاركتش خلال المباريات الماضيه، من الواضح ان يكون في تغيير في بعض العناصر وليس كافه العناصر. السكور المباراه الاولى نقدر نقول مساعد شويه النادي الاهلي ان هو يقدر ان هو يدفع عدد من اللاعبين، الحاله كلها بالنسبه للاعبين كل اللي بيبقى جاهز يا امير انت عارف، يعني كل طبعا كل اللعيبه بتكون جاهزه فنيا بدنيا، التركيز بيكون كبير، بتبقى طبعا الاختيار يترك ليه الجهاز الفني، فالكل مركز جدا، لكن باكد لك ان هيكون في تغيير في اكثر من لاعب، نقدر نقول اثنين او ثلاث لعيبه ممكن يكونوا متواجدين غدا في التشكيله اللي هيخوضها النادي الاهلي ان شاء الله لمباراه بطل جنوب السودان. سعد سمير، اخر التطورات بالنسبه لاصابته ايه؟ محمد محمود وايضا شريف اكرامي. سعد ومحمد محمود وشريف اكرامي، انا ممكن اكلمك على سعد ومحمد محمود، بيوصلوا التاهيل مع الكابتن طارق عبد العزيز وفي مراحل متقدمه جدا يا امير. سعد بالتحديد هو محمد محمود تدريبات الكره يعني خلاص واصلين لمراحل فيها سبرنتات فيها شوتنج فيها ترنات كثيره جدا، فمن الواضح خلاص ان شاء الله باذن الله. يمكن محمد محمود احنا عارفين ان هو 30 يوم بيقلوا تدريجيا ممكن بالظبط ان شاء الله 20 يوم ويكون متواجد. سعد سمير عدى من ثلاث اسابيع نقدر نقول 12 يوم، يعني خلاص سعد ان شاء الله تدريجيا كمان هيخش مع التدريبات الجماعيه باذن الله خلال المرحله القادمه. شريف اكرامي اللي بناكد طبعا ان شاء الله شريف هيكون عائد بشكل كبير، لان واضح ان شريف بيكون قبل التدريب متواجد بيحاول ان هو يقدم تدريبات اضافيه، تدريبات في الجيم، تدريبات مع الكابتن طارق سليمان، عاوز شريف ان هو يعود من جديد ان شاء الله لمستواه الطبيعي. الكل يا امين الحمد لله الاصابات قلت الحمد لله بشكل كبير، الكل فايق الكل جاهز ان شاء الله باذن الله، ينقصنا كل التوفيق غدا باذن الله في مباراه الاهلي وبطل جنوب السودان ان شاء الله باذن الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه والمميزه جدا في الحقيقه من زميلنا العزيز كريم احمد من رئيس القناه الاهلي.